انت بصيت يا حاج ولا دي لا له في الدور ولا في الطحين ولا ده هيروح مني. فرامي هو ابن وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم. هو طنته ايه بقى؟ وهو متهم بجريمة تصل عقوبتها للإعدام. ايه ده؟ احنا متفرجناش على كده. قتل شخصين في الولايات المتحدة. ده من اللعيبة ده انت عفريت. والتهم نجلك رامي الشاب الجميل المتعلم البارع. لا 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 يا بدا 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 بدا. العبقري اللي بيشتغل في شركات مهمة اللي عايش في أمريكا. مش دي الكاميرا خفية؟ سفيرة نبيلة عملت أساسة للدعم النفسي. الجنان هو الحل الرئيسي للمرور بمثل من هذا المنعطف الذي تمر به حاليا. فجأة لقينا خبر انه متهم في جريمة قتل اثنين. قعد يا حاج وانا هفهمك كل حاجة. وكلنا بقينا مشفقين جدا على الأم. يا ولا الحنان ده كله ولا قلب الأم ده يا قلب الأم ده يا ولا. ليه طلبت تخرجي من الوزارة؟ ما وصلتش لسه. لما الأسرة بتمر بمحنة ومحنة قاسية جدا. بسم الله عليك وعلى شبابك. والحقيقة لابد أن أنا يعني أشكر الدولة بصراحة، لأنه كان في تفهم للظروف وكان في مساندة وكان في تشجيع كمان. انت بياكل معاك الكلام ده؟ اه بياكل معايا الكلام دي بتطبل؟ أنا هزمر لها دلوقتي بعد كده. أنا ما سافرتش، ولكن بابا سافر وكان في تقديم لمستندات بتثبت مرض رامي. قعد دلوقتي للأسف الشديد ابنك عنده blood accumulation in the brain. لتجد الجثتين وقد طعنتا حتى الموت. طعن 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له أجازة ولا إيه؟ بتدلع عايزك تفرح. الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات ثاني هخليك ألفة. انزل واطلع انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. درام درام لو فيو راح تنجرح لازم تكون واقف كما البقف باصص للسما. اني هسمعك الايبود بتاعك. اسمع كده. تم القبض على رامي، وجهت له تهمة القتل المزدوج وحمل سلاح قاتل، بالإضافة لتهمة الكذب بهدف محاولة تضليل السلطات. ايه رأيك؟ فجأة جاي لي خبر ان ابني الجينياس اللي اسمع كلمة ام وشوف انه شاطر شاطر. لا 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 لا. العقلية العملية المنطوية اللي مش فاضية لحاجة غير للعلم وللمذاكرة، يجي لي خبر ده ابنك قتل اتنين. ابنك مجنون يا حاج. خف من بوعك يا دكتور، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. في الشهور الأخيرة في الوزارة تعرضت لمحنة والتهم نجلك رامي. أقول لك على حاجة؟ أما تهم في قبل قفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويسحب لحد ما رموه السوداني. دلوقتي توجه لها رسالة وتقول لها أنت حاسة بيها إزاي؟ اتأخرت قوي يا خال. معلش يا ابني دي المعلمة، أنت عارف المعلمة في لبنان يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني معدية 80. بتدعميها إزاي؟ معديها 80، دعت ليها ولية كبيرة بقى ومتسيغة وعمالة تجر رجليها من كتر السيغة اللي لابساها. نبيلة ربنا حباها بشيء من عنده. شبه نادية الجندي. الجندي نفسه. أن جعل في قلبها نور. عشان تبقى معلم تعرف الحته من اول ما تمسكها بايدك. تجيبها يمين تيجي معاك، تجيبها شمال تيجي معاك. لما مؤاخذه في الكلمه تسخنها تطرى في ايدك.